الآن إذن إن لله 99 اسما، إذا كما أشرنا ليست هي كل الأسماء. أخرج الإمام أحمد في المسند رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو فيقول: اللهم إني أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور بصري إلى آخر الحديث. انظر إلى الحديث يقول: اللهم إني أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أي وعلمتنا به إما في القرآن أو في حديث نبيك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم غير عندك. إذن هناك من الأسماء الحسنى بعض الأسماء التي لا يعرفها أحد أصلا، لا ملائكة ولا مقربين. والله تعالى تذكرون معي جميعا قوله سبحانه وتعالى في أول خلق البشر، قال: وعلم آدم الأسماء كلها. إذن هناك أسماء كما ورد في هذا الحديث قد تعلمها وقد لا تعلمها. هذه الأسماء الآن 99 يا أيها الأخ الكريم ورد غيرها في القرآن، ورد أكثرها في القرآن وورد غيرها في نفس القرآن الكريم مما يزيد عليها. ورد في السنة الشريفة بعض الأسماء أيضا التي تزيد عليها. الآن هل جاء بعض أهل العلم ليجمعوا ما ورد في هذا الحديث من 99 أسماء وما ورد من القرآن في زيادة على هذه الأسماء من أسماء ذكرت في القرآن وما ورد في باقي الأحاديث مما زيدت على 99؟ نعم جمعوها، وبلغ بعضهم بها حوالي 170 أسماء تقريبا. أعود فأقول حتى 170 هل هي كل الأسماء؟ لا، تهينا من هذه القضية.